احنا فينا نعتبر هذه الجلسة دعوة؟ فيك تعتبرها دعوة بوح. بوح حلوة، يعني بالعامية فضفضة. فضفضة هيدي أحلى. ومين بتفضفض للتاني؟ نحن الاثنين. ايه كتير حلو. مين رح يبلش؟ ما بتفرق. ladies first. اوكي، معناها انا بسألك انت بتجاوبني، انت بتسألني وانا بجاوبك. 1000%. بس اهم شيء الصراحة. طبعا تفضلي. يلا. ليش حطيت لي وردة حمراء؟ لأن الفترة اللي مرقت فيها كانت صعبة عليكي، فقلت بعملك جست بسيط بطلعك من الحالة اللي انت فيها. جواب ذكي. اجا دورك. شو كان احساسك لما عرفتي اني انا اللي حطيت لك الوردي؟ احساس الولد بالعيد لما بياخذ العيديه من ابوه. اجا دوري. شو احساسك تجاه طوليب؟ مني كايني. انت لهون بدك توصلي معي؟ انت ما بدك نوقف اللعبه. لا لا ابدا، منكمل. طوليب هي الدافع اللي بخليني استمر بهالحياه. على فكره هذا مانو جواب. هذا الجواب اللي عندي. انا دورك انت تجاوبي. اللي عم تسألينا عم تقولي مشان أعرف شو في جوابك. أي وعرفتي؟ لا ما عرفت.